বেতের নামাজ কিভাবে পড়তে হয় বেতের নামাজ হচ্ছে অজীব নামাজ আপনি আগেই বেতের নামাজের জন্য নিয়ত করে নেন আমি তিন ডাকাত বিতিরের নামাজ বিতিরের অজীব নামাজ কেবলার দিকে ফিরিয়ে আদায় করি তিসি আল্লাহ আকবর আপনি প্রথম তাকবির আল্লাহ আকবর বলে ছানা পাঠ করলেন যে ছানা আমরা নামাজে পড়ে থাকি সুবাহানাক আল্লাহ্মেহমদিকা এরপর আপনি আউজবিল্লা পড়লেন বিসমিল্লা পড়লেন এরপর সুরতুল ফাতিহা পাঠ করলেন আবার বিসমিল্লা পরে নিলেন ধরে নিলেন আপনি সুরায় ফিল করলেন এরপরে আপনি করলেন উঠে আবার দ্বিতীয় কাতের জন্য দাঁড়াইলেন আপনি সুরাতুল ফাতিহা পাঠ করলেন বিসমিল্লা পাঠ করলেন এরপরে ধরে নিলেন আপনি সুরায় কুরাইশ পাঠ করলেন তো আপনি দুরাকাত যখন রুকু সেজদা করে দুরাকাত হয়ে যাবে তা শেষ করে আপনি সরাসরি আল্লাহ আকবার বলে দাঁড়িয়ে যাবেন আবার সুরায় ফাতিয়া পাঠ করবেন বিস্মিল্লা পাঠ করে ছোট্ট একটি সূরা দরে না সুরায় একলাস তৃতীয় রাকাতে এই সূরা একলাস পাঠ করার পর আবার আপনি কান বরাবর হাত উঠাবেন অল্লহ হুমবার এবারে আপনি আল্লাহ হুমাইনাস্তাই নুকা মানস্তা গোফির উকা বানুক মিনুবিকা বানাতা ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلو ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق এরপরে আপনি আল্লাহ আকবর বলে রুকু করবেন এবং সেজদা করে এবারে পড়বেন পরবেন শরীফ পরবেন দোয়া মাসুরা পরে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি কেবলামুখী হয়ে পিতারে তিন রাকাত নামাজ আদায় করিতেছি আল্লাহ আকবর سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. آمين بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى. الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا الله أكبر. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله اللهم امين. ربنا ظلمنا انفسنا